تعالوا ننتقل لملف آخر. الحقيقة هذا الملف حصل فيه طفرة كبيرة جدا واهتمام كبير جدا من القيادة السياسية وعلى رأسهم طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الاهتمام بملف المرأة وتحسين أوضاع وأحوال المرأة في المجتمع، سواء تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، تمكين في كل مجالات الحياة. لأنه المرأة إذا كانت هي بشخصها نصف المجتمع ولكن بأم فهي المجتمع بأكمله. فالحقيقة حصل تطور كبير جدا سواء من قوانين لاحترام حقوق المرأة، قوانين خاصة بمكافحة ختان الإناث، الزواج المبكر، حتى قوانين خاصة بحمايتها في الزواج حتى أثناء الطلاق. يعني في كده طفرة حصلت في هذا الموضوع. شفنا حتى سيدات مصر أصبحوا وزراء وأصبحوا أيضا في مجلس الشعب. فحصل الحقيقة طفرة باهتمام بالمرأة المصرية، وتم التعامل مع المرأة المصرية في السنوات الأخيرة على أنها عقل، مش الصورة النمطية اللي الناس قبل 2014 كانوا شايفين بها المرأة بشكل عام، إنها صورة جسدية فقط، ولكن أيضا المرأة هي عقل وفكر وتقدر أنها تساهم في مجتمعها. عايزين نعرف إيه آخر التطورات في هذا الموضوع، وإزاي تم الاهتمام بالمرأة، وآخر التطورات من الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة. صباح الفل على حضرتك يا دكتور. أهلا، صباح الخير يا أستاذة داليا، وصباح الخير على كل أهل مصر. صباح الفل على حضرتك. يعني المرأة يعني الحقيقة أصبحت تشعر بكيانها وبمكانتها، وفكرة العنف الفكري ضدها والعنف الجسدي وكل ده حصل فيه تطور، فكرة أنه مجابهة هذا النوع من أنواع العنف بقوانين وإجراءات حدثت. الواحد لو عايز يلخص إيه الإجراءات اللي حصلت في الفترة الأخيرة للمرأة، حلقات وحلقات، ولكن بوجود حضرتك بقى تقول لنا أهم الحاجات اللي حصل فيها التطور، وكان قبلها قبل 2014 كان في مشكلة كبيرة فيها جدا، ومن بعد 2014 تم حلها. أنا عايزة أقول إن إحنا بعد 2014 طبعا نظرة إلى المرأة أصبحت نظرة فيها نوع من الاحترام والتقدير، ويعني حتى لدرجة إن سيادة الرئيس أطلق عليها أيقونة العمل الوطني. يعني أيقونة بمعنى أن لها القوة ولها الدور المحرك، لها الحس الوطني اللي تقدر تحافظ على مجتمعها وعلى وطنها، الأم اللي هي بتدفع بأبنائها الشهداء، الأم اللي بتربي أبنائها على قيم الولاء والحب الوطن، دي يعني جديرة بأن هي تجد كل الاحترام والتقدير، وده فعلا ما شعرنا به من خلال اهتمام القيادة السياسية ودعمها للمرأة في خلال السنوات الأخيرة. 2016 بدأ فعلا انطلاقة للمرأة من خلال وضع استراتيجية للتنمية الخاصة بالمرأة، طبعا هي مأخوذة من الاستراتيجية الوطنية لمصر 2030. و2017 السيد الرئيس أعلن إن هذا العام عام المرأة المصرية، ومن هنا انطلقت البرامج والأشكال التي والقوانين والتشريعات التي دعمت المرأة. ويكفي زي ما حضرتك بتسردي، هننظر مثلا إلى التمكين المرأة في مجال التمكين السياسي بشقيه، سواء التمكين في البرلمان أو في التمثيل الشعبي والمحلي، أو من خلال المرأة في الجهاز التنفيذي، وصلت إلى مستوى الوزيرة، مستشار أمن قومي، مستشارين محافظين. يعني نسب المرأة ونسبة تقريبا أكثر من 25% لدينا كثير من الوزيرات، لدينا كثير من المستشارات، لدينا أيضا في على المستوى حتى المحافظات، حتى كده وكيل وزارة، حتى كده مدير عام، يعني سيدات وصلنا إلى مناصب أو مواقع اتخاذ القرار. ده بالنسبة للتمكين السياسي، والحديث فيه كثير. يكفي أن البرلمان حاليا تقريبا أكثر من 27% تمثيل المرأة في البرلمان بغرفتين. لو هننظر بقى على جانب التمكين التشريعي والقانوني، هنجد كثير من القوانين والتشريعات التي صدرت من أجل المرأة. يكفي أنه إحنا لو قلنا في قوانين خاصة بتجريم ختان الإناث، تجريم الزواج المبكر، أيضا الإطلاق. عايز أكد مع حضرتك أنه حضرتك الاهتمام بالمرأة مش اهتمام بها كسيدة كبيرة، لا ده اهتمام بها من وهي طفلة صغيرة، طبعًا لأنه في طبعًا رؤية طبعًا إلى الأمام
ان هذه الطفلة ستصبح ام وسيدة في المجتمع، طبعا لها كيانها ولها دورها. واستكمال لكلام حضرتك، احنا دلوقتي حرم السيد الرئيس اطلقت مبادرتين خاصة بدعم الفتيات الصغيرات، اللي هي مبادرة دوي ومبادرة نورة، لأن دول بيتحدثوا عن دعم البنت الصغيرة وتربيتها، إزاي نربي شخصيتها، إزاي نساعدها على بناء كيانها، إزاي نخليها أو نمكنها من مواجهة التحديات، إزاي تقنع أهلها بكثير من القضايا اللي هي رفضاها. يعني إذا أنا ببني الطفلة من الصغر، بالإضافة إلى طبعا تربية المرأة في مجال الصحة الإنجابية والاهتمام بيها صحيا وجسديا، اهتمام بيها نفسيا، بالإضافة طبعا إلى أن مصر أطلقت استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة اللي خاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى العنف الإلكتروني. يعني أصبح دلوقتي هناك قوانين بتجرم ممارسات العنف الإلكتروني والتحرش الإلكتروني عبر قنوات أو أدوات التكنولوجيا الحديثة. البرامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي أيضا شهدت يعني طفرة غير مسبوقة. يكفي أن أقول لحضرتك أن نسبة المشروعات الصغيرة التي أسندت للمرأة خلال السنوات الأخيرة قاربت 70%. يعني تخيلي هذا الكم، ان المرأة اصبحت بتدير مشروع، اصبحت لها كيان ولها شخصية اعتبارية واثبتت خاصة جدارتها يا دكتور. يعني هي واثبتت نجاحها. ما هو النسب اللي بتتزايد دي معناها ان هناك تطور وهناك نجاحات بتحقق. ما هو لو ما فيش نجاحات ما كناش هنعطي مزيد من الامتيازات. يعني يكفي اني اقول لحضرتك ان معظم المشروعات الصغيرة القائمة في كل المحافظات المصرية هي قائمة على إدارة نساء. يعني المرأة هي اللي بتدير، بتبدأ المشروع الصغير ثم يكبر هذا المشروع. لأنه المرأة طاقة تم استغلالها بشكل إيجابي جدا. المرأة بتفكر في التفاصيل، المرأة عندها الصبر، المرأة اللي عندها حافز وحماس، عندها طاقة تستكمل أي حاجة، لو في مشكلة اتحطت قدامها بتعرف. فتم النظر إلى المرأة بشكل مختلف لاستغلالها، وده حصل استغلالها بشكل إيجابي. النظرة أصبحت نظرة إيجابية تجاه المرأة، والمرأة فعلا أثبتت هذه النجاحات. وجدنا المرأة دلوقتي أصبحت في سلك القضاء، يعني بعد سنوات طويلة من الكفاح أصبحت دلوقتي في النيابة العامة، أصبحت دلوقتي في مجلس الدولة. يعني إذا هناك يعني طفرة غير مسبوقة في تواجد المرأة على. طب عايز أسأل حضرتك سؤال بقى، بحكم أن حضرتك طبعا يعني في مجلس القومي للمرأة، يعني على مستوى القيادة السياسية والدولة حصلت طفرة وإنجازات اللي احنا سردناه، على مستوى بقى المجتمع نفسه وبحكم التعاملات بقى، هل حضرتك شايفة النظرة للمرأة من خلال المواطنين نفسهم اتغيرت؟ يعني هل فعلا هذه الإجراءات كان ليها بشكل إيجابي إنها تغير؟ أنا شايفة ده، فحضرتك تأكدي لي. بالتأكيد، يعني احنا كمجلس قومي المرأة لدينا فروع في 27 محافظة، وبالتالي بنشتغل على أرض الواقع، بننزل في هذه المحافظات وفي المناطق الريفية وفي المناطق الصحراوية. فعلا يعني النظرة تغيرت، ثقافة المجتمع تجاه المرأة أصبحت ثقافة إيجابية، ثقافة داعمة. المرأة نفسها خروجها أصبح واحترامها لنفسها، احترامها لمجتمعها، أصبح لها قبول لدى المجتمع المحلي. وقدرت المرأة بذكائها أن تحول يعني الثقافة الاجتماعية السلبية إلى ثقافة اجتماعية إيجابية، وصنعت رأي عام مستنير تجاهها هي شخصيا وتجاه قضاياها. يعني يكفي أن أقول لك أن أنا بنزل في مناطق يعني نائية، مناطق بسيطة، بتجدي أن المرأة هي بتجري مثلا لو عندها مشكلة خاصة بالصرف الصحي، مشكلة خاصة بالبنية التحتية، بتخدم المنطقة اللي هي المحيطة بيها أو الحي. تجد الست الجدعة دي موجودة في كل مكان، هتجديها في القرية. شفناها في الاستحقاقات الدستورية يا دكتور سهام، هي اللي كانت متصدرة المشهد. يعني حتى طبعًا الصور اللي طبعًا عندنا طبعًا دلوقتي اللي بنعرضها بتؤكد ان المرأة المصرية هي اللي كانت عمود البيت، اللي كانت بتحرك فكرة الاستحقاق الدستوري، ادلي بصوتك او صوتك، علشان هو ده دور مهم في الاستقرار. كان في فترة او مرحلة مهمة قوي في تاريخ مصر، فكانت المرأة المصرية وقفت زي الجبل كده في وقفت وتحدت وقدرت
صح. يعني هي التي حافظت على الوطن، على كيان صح. الوطن، هي رفضت صوتها كان سلاح ضد اي أيوة عدو. طبعا صح. طبعا. بشكر حضرتك دكتور سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمراه. والله مش انحياز عشان هاته مربوطه، ولكن المراه بالمشاهد وبالعين المجرده هو من خلال كاميراتنا ومن خلال اللي احنا شايفينه، ان المراه هي اللي كانت حائط سد ضد اي حد في فتره او في مرحله حرجه جدا في تاريخ مصر منذ سنوات. هي اللي نزلت وهي اللي كانت بتشجع وبتحث اسرتها، الاب والابناء تعالوا وننزل. شفناها متصدرة في 30/6، شفناها في الاستحقاقات الدستورية، فهي كانت الدافع أو المحرك الرئيسي، فكانت تستحق الحقيقة أنه طاقتها وكل ما لديها من ذكاء، زي ما الدكتورة قالت سهام، ذكائها ودماغها وشطارتها وخبراتها، أنها تستغل بقى بشكل إيجابي في تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي وكل مناحي الحياة. فتحية للسيدة المصرية، وبالمناسبة دي برضو بمناسبة ان احنا هذا الشهر عام المرأة، فطبعا يعني كل سنة وكل سيدة مصرية بألف خير وبألف سلام. حتى لكل ام بنقول لها، بما احنا برضو يعني على مقربة عيد الام 21 مارس، كل سنة وكل ام بألف خير، والامي تحديدا كل سنة وهي طيبة، والام الشهيد، يعني انتي مثال للقوة والعزيمة والإرادة. شفناكي وانتي على الرغم ان قلبك مفتور ولكن قوية، بتقولي انا ممكن اضحي بأي حاجة علشان خاطر هذه البلد تعيش. فتحية لأم الشهيد.